مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 258 مترجمة للعربية، وفضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك. وفي بداية الحلقة، كان أرهون مع هيرا، ما زالوا في المدرسة بداخل المكتب وهو ينظر لها، وبعدها كانت هيرا تتحدث مع نفسها وتقول لقد استغرق الوقت طويلا لعودة المدير. وبعدها كان أرهون ينظر إليها وأخذ الماء وكان يشرب، وبعدها وضع الكأس بصوت عالي والتفتت إليه هيرا، وبعدها قال لها إذا أنت لا تعتقدين أنه من الضروري إخراج علي من المدرسة؟ قالت له نعم. قال لها أليس هذا مضر له؟ قالت له بالضبط هذا ما أريد، وإلا لما أعود. علي يجب أن يكون في المدرسة لكي يتشافى، التعليم في المنزل لا يفيد له، يجب عليه أن يذهب إلى المدرسة مع أصدقائه مثل أي طفل آخر، فلا تفيد له العزلة. قال لها أرهون علي طفل حساس، وإذا واجه شيئا سلبيا في المدرسة فقد يصبح مرضه أسوأ. وقالت له هيرا أنت مخطئ، أعرف كيف الأفكار الخاطئة تخلق الجروح في حياة الناس. وبعدها قال أرهون بصوت خافت ربما، ثم التفتت هيرا وكانت تقول بداخلها ربما، لماذا يقول ذلك؟ وبعدها أتى الرجل وقال لهم اهذروني، كان من الضروري أن أتحدث في الهاتف. وفي هذه اللحظات كان كينان يتحدث مع أخته وصلات، وقال لها على أنه سوف يطلق نورشاه، وكانت وصلات تقول له ماذا هناك، لماذا حدث كل هذا في غيابي؟ وبعدها قال لها أختي أنت لا تقلقي سوف نحل الأمر. وبعدها كان كينان يقول ليتنا كنا مثل قبل نكره بعضنا، والآن كيف أصبحنا هكذا، وأنا كيف يعني اتخذت قرار انفصال منها. وبعدها كانت نورشاه تبحث عن كينان وقالت لجيران وكذلك فاتح إنها سوف تحل الأمر، واتصلت براشد وقالت له أين أنت يا راشد؟ قال لها أنا في البيت. قالت له هل أنت متفرغ لكي نتحدث؟ قال لها حسنا تعالي، وذهبت إليه وكانت تقول لهم لن أسمح بإعطاء المكتب لراشد. وفي هذه اللحظات كان جيانغير ما زال يرسم هيرا، وبعد ذلك اتصلوا به وقالت له هناك مبلغ انسحب من حسابك البنكي إلى رجل عامل في الفندق الذي أنت تقيم فيه، هل عندك علم؟ وكان جيانغير يقول بعد ذلك آه يا إيفا أنت من فعلت هذا؟ وفي هذه اللحظات كانت عفيفة تسأل عن هيرا وقالت له علي وحده الآن، لقد سألت علي ولا يعرف مكانها. وقال لها لقد ذهبوا إلى المدرسة، اتصل المدير بهم وقال لها كنت سوف أخبرك، ولكن ثم قالت له لماذا لم تخبرني؟ وقالت له لقد سمحت لها بأن تكون مع علي، لكنها لا تستطيع أن تكون متورطة إلى هذا الحد، فهل تعتقد أنها هي والدته؟ لماذا تذهب إلى هناك وتسمح لها؟ قال لها السيد أرهون هو كذلك في المدرسة. وبعدما علمت قالت له حسنا إذن هي تظهر على أنها أتت من أجل علي، ولكن سلوكها تقول غير هذا أبدا. وفي هذه اللحظات خرجت هيرا وأرهون من مكتب المدير، وكان أرهون ينظر إليها ثم قال لها سوف أنتظرك في الخارج. وكانت هيرا تقول وهي تتخيل كلام أرهون عندما قال لها ربما، وقالت هل لماذا يقول ربما، هل تدارك خطأه؟ وبعدها بدأت تتخيل أرهون عندما كان يقول لها أنت تكذبين وفي وجهي، وهي كانت تقول له أرجوك صدقني لم أفعل شيء. وبعدها عادت من خيالها وقالت ماذا يدور في ذهنك، وكانت تقول مع نفسها ألم تري إنه مثل الأسد في الغابة، لقد أذاك ولم يصدقك، تذكري هذا. وبعدها كان أرهون في الخارج ينتظر هيرا، وكانت هيرا تتقدم ثم فتح لها باب السيارة، ولكن هيرا نظرت إليه ولم تصعد معه بالسيارة. وبعدها اتصل يفوز به وقال له لقد وصلنا إلى ذاك الرجل الذي يعمل في الفندق. قال له أرهون حسنا لا تتكلم معه أنا القادم. وفي هذه اللحظات كانت إيفا قلقة والهاتف يرن عليها من جيهانغير، وكانت تقول ماذا تريد؟ وكان جيهانغير يقول لا تفتحي هاتفك أبدا. وبعدها أرسل لها رسالة وقال لها أنا سوف أصل إليك، أنت من أعطاه النقود، لقد بدأ صبري ينفد. وبعدها اتصلت إيفا مباشرة بالعامل وقالت له أرجوك هيا اهرب من ذاك الفندق، إذا علم أرهون سوف تحدث مشكلة كبيرة، أرجوك أترك المكان لطفا الآن هيا اهرب. وفي هذه الأثناء أتى جيهانغير بنفس اللحظة وتواجه مع ذاك الرجل وكان يقول له توقف لا تهرب هيا، ثم بعدها خرج
ذهب الرجل إلى الشارع وصدمته سيارة. وفي هذه الأثناء أتى كينان في آخر لحظة إلى بيت راشد وأخرج نورشاه وأخذ المال وقال لها لماذا فعلت هكذا؟ كانت تريد شراء المكتب من راشد، لكن كينان لم يرد ذلك وقال لها من أنت، من تكونين لتفعلي شيء كهذا؟ وكانت نورشاه مصدومة من كلامه. وبعدها قال لها كينان لقد سألتك سؤالا ولا تجاوبي، لماذا تفعلي هذا من دون علمي؟ قالت له أردت فعل شيء لك بسبب فقدت حضانة نفس، أردت أن أدفع مقابل ما فعلته. وقال لها لا تؤاخذيني على ما فعلت قبل قليل، ولكن سيغلق الموضوع وسوف أعطي المكتب لراشد غدا. وفي هذه الأثناء كان يفوز ينظر إلى ذاك الرجل، وأتى أرهون وقال له ما به؟ قال له هل اتصلت بالإسعاف؟ قال له نعم، وكان نبضه ضعيف. وبعدها قال له أرهون هيا قل لي، أنا أعرف أنك من رجال جهانجير، ماذا فعلت لصالحه؟ ماذا تعرف؟ تكلم، هيا قل لي، أخبرني من أدخلك لهذا العمل، قل لي هيا. وكان أرهون يقول هيا اتصلوا بالإسعاف، الرجل يموت. وبعدها كان الرجل سيقول شيئا وبعدها مات، وحاول الاتصال بالإسعاف لكن يفوز قال له لقد توفي. وكان أرهون غاضب وجهانجير يقول اللعنة. وفي هذه الأثناء عادت هيرة إلى القصر وكانت عفيفة تقول لها ذهبت للمدرسة؟ لماذا ذهبت؟ وقالت لها نعم، مدير المدرسة ناداني، وأنا من كنت مسؤولة عن مدرسة علي من قبل، وكنت تقولين لولا هذا لما ذهبت، ولم أكن أتوقع أن أرهون سوف يأتي، كنت بغرفة المدير وعندها أتى هو، فلا تظنين أنني أقابله فقط بل لأجل علي، لذا لا حاجة لهذه الأحاديث، وأظن أن الموضوع قد فهم. وتركتها هيرة وذهبت. وفي هذه اللحظات كان أرهون يقول لا يكون هذا وضع عادي، يجب أن نشك في الموضوع، الحقيقة تدور حول الرسائل، والرسائل التي تراسلت بها مع شخصين لا أعرف من هم. وقال له حل الموضوع بأقصى سرعة، وقال له يفوز حسنا. وكان جهانجير ينظر لهم من بعيد. وكانت إيفا في هذه اللحظات تحاول الاتصال وتقول هيا افتح الهاتف، إما أنا أو أخي. وبعدها في هذه الأثناء أتى أرهون إلى العم يعقوب وبدأ يتحدث معه ويقول له، وقال له ما مشكلتك؟ قال له كأنني أجدف لساعات في بحر ضبابي واختفت وجهتي في الخريطة. وقال له العم ربما لم تصل إلى الشيء الذي كنت تريده. ثم نظر إليه أرهون وقال له أليس هناك حقيقة واحدة؟ وقال له العم يعتمد ذلك على كيفية نظرتك للحقيقة. وقال له أرهون هذه المرة كنت قريبا جدا من رؤيتها، ولقد تبعت أول قطعة شك في طريقي، كان الأمر أشبه بحفرة بئر بإبرة وأردتها أن تكون بريئة. وقال له العم أعتقد أنك لست متأكد مما رأيته بعد الآن. وقال له أرهون لقد عثرت على كاميرات المراقبة بالفندق وكأنه قد نصب أحد لها فخ هناك وعثرنا عليه، وعندما ذهبت لكي أتكلم معه صدمته سيارة وكان كل جواب لأسئلتي هو. عند ذلك الرجل كل شيء ذهب، كيف سوف أعيش بهذا يا معلم؟ قال له ستكون هادئ وصابر والساكن وكل شيء سيذهب بالصبر، بالصبر الله سيرشدك للحقيقة، وأنت ليس لديك صبر يا أرهون لمرهلي، وعندما ظننت أنك رأيت الضوء في النهاية لنهاية النفق كنت محاصرا في الظلام مرة أخرى، وخيبة الأمل هذه جعلت صبرك ينفد، ولكن عليك التحلي بالصبر. وكان أرهون يقول له كيف تقول لي أن أصبر؟ وكأن داخلي يريد أن يصرخ، وبداخلي حيوان يريد أن يقول هذا ليس سهلا، وأنت تقول لي أصبر، كيف لي أن أصبر؟ وفي هذه الأثناء كانت هيرة في المطبخ تحضر الحليب لعلي وقالت لها خليصة ابنتي كنت سوف تذهبين، وقالت لها سوف أنهي هذا أولا. وقالت لها وبعدها أتت جونجا وكانت تقول لها وهو لم يأكل، قالت لها من؟ ثم قالت لها سيد أرهون. وكانت هيرة تنظر إليهم ثم خرجت من المطبخ وكانت تقول وهو غاضب جدا، وقالت لها خليصة نحن لا شأن لنا بهذا. وفي هذه اللحظات كان أرهون في المكتب يتذكر كلام يفوز له هل ممكن أن تكون بريئة، وهو من قد يكون ذاك الرجل الذي قد نصب لها الفخوة، وكذلك تذكر كيف وجدها في الفندق مع جهانجير وكيف وجد الخاتم في غرفتها وكيف نورشاه
قالت على أن الرسائل لم ترسل أي شيء لهيرا، وكيف خرج جيهانجير من منزلها في الليل. وكان أورهون قلق ومتوتر ويتصارع بين قلبه وعقله، وما زال يفكر هل هي بريئة حقا. وكان يقول بعد ذلك: كم مرة قلت لك ابتعدي عنه، كم مرة قلت هذا، ولكن هي وذاك الخاتم وتلك الرسائل. كان ما زال يفكر وكان غاضب ويضرب على يده على طاولة المكتب. وبعدها خرج أورهون من المكتب وشاهد هيرا تخرج من القصر وكانت ذاهبة، وبعدها سقط منها الشال وقال لها توقفي، ونظرت إليه هيرا. وبعدها قال لها: ولا أريد أن أرى أي شيء عائد لك بهذا القصر، وأشار لها بأصبعه على الأرض لكي تأخذ الشال، وأخذت هيرا وذهبت. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. لا تنسوا فضلا منكم تشجيعي بلايك وشكرا.